قصة حب الملك عبد الله والأميرة رانيا. رفضت الخروج معاه فبعت لها شوكولا وتعلمت طبخ عشانها. الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني عبد الله بن الحسين ما كانتش ست عادية خالص، فكانت خير السند والدعم لزوجها الملك عبد الله، وكانت الزوجة والحبيبة اللي دايما مش بتسيب أي مناسبة من غير ما تعبر عن حبها للملك عبد الله. وقصة حبهم بتعتبر من أشهر قصص الحب في عالم الأمراء. فازاي وقع الملك عبد الله في حب الملكة رانيا؟ بيحكي الملك عبد الله في كتابه فرصتنا الأخيرة عن تفاصيل لقائه بالملكة رانيا، وإنه في يوم سنة 1992 كان قائد لكتيبة المدرعات الملكية، وكان كل يوم هو والجنود اللي معاه كانوا بيعملوا تدريبات ميدانية، وكان بيناموا في الصحراء لمدة شهرين، وكان بياكل فاصوليا وسباكيتي معلبة. المهم بعد ما خلص مهمته القائد بتاعه قال له لو عايز يا عبد الله تاخد اجازة فهو يوم واحد وبس، وترجع بعد كده شغلك تاني. وما صدق الملك، خد عربيته وطار على عمان، واول لما روح البيت لقى اخته عائشة اتصلت عليه وقالت له انا عرفت انك جيت ولازم تيجي تتعشى عندي. قال لها يا عائشة أنا تعبان وعايز استحمى وأكل لقمة كويسة وأريح الأول، لكن قالت له مش هطول عليك، ومرضيش يزعل أخته وفعلا راح لأخته يتعشى عندها. وكان وقتها وشه زي الرغيف المحمص